بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس التونسي قيس سعيد يدعو إلى التصويت بنعم على الدستور الجديد، ويؤكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية أن التاريخ لن يعود إلى الوراء. دعوة سعيد تتزامن مع مواصلة التيارات السياسية الداعمة له حملاتها الترويجية لحث الناس على إنجاح هذا المسار. ندعو الشعب التونسي إلى أن يصوت بنعم بكثافة للأسباب التي ذكرناها، ونحن نعتبر أن النص الجديد للدستور يخرج تونس من حالة عطالة مؤسسات الدولة، ومن حالة يعني فشل النظام السياسي، ومن حالة يعني الدولة الفاشلة. في المقابل دعت أطراف سياسية معارضة إلى مقاطعة الاستفتاء والتصدي لمشروع الدستور الذي يعد ضربا للديمقراطية بحسب تعبيرها. دعوتنا مجددا للتونسيين بمقاطعة هذا الاستفتاء وعدم المشاركة بأي صورة من الصور في إضفاء شرعية عليه ولو بالمشاركة وقول لا. نحن نريد أن نقول أن هذا المسار هو مسار انقلابي غير تشاركي لا يمثل التونسيين، علينا بمقاطعته ومقاومته. ووسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة السياسية إلى مزيد من التشرذم الداخلي، يبقى الحذر من انعكاسها على الواقع الاقتصادي المتعثر أصلا، ولا سيما مع انطلاق المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي الذي تعول عليه البلاد للخروج من أزمتها الاقتصادية والمالية. انطلاقة باهتة للحملات الترويجية للاستفتاء في الدستور من الجانبين الداعم أو الرافض له لا تعكس بحسب مراقبين حدة الجدل وتباين المواقف فيما تبقى مشروعية الدستور الجديد رهن نسبة المشاركة في التصويت. سميحة البغانمي، تونس، الميادين.